لا ايوه، بس ما احنا احنا الواحد مهزومين. يا ريس، احنا لما يجي جون مش المفروض نعيط؟ اما نجيب جون مش المفروض ان بنعيط؟ الناس في المدرج لما جيب جون ما كانتش بتعيط، الناس فرحت لان كان عندها امل ان احنا نجيب جوان تاني ونقدر نتعادل. انما اما يجي جون لمصر ابقى فرحان. الفرقه بنما خسرانه 6 واما جيب جون الناس مبسوطه لان جون تاريخي. تعتقد ان احنا مع السعوديه يا كابتن مجدي؟ انا بقى بشوف حضرتك الاول نططني على السعوديه. لا خليني الاول في الجزئيه دي. الجزئيه ديت جزئيه زي ما بقول لحضرتك بعد الهدف مباشره. لا انا بتكلم في روسيا كمان، يعني في ال لا ما روسيا ما انا بقول لحضرتك انا ضحكت وكنت سعيد لما محمد صلاح جاب جون. ما انا لو قعدت بعيط هيقول لك ده زعلان اصل محمد صلاح جاب جون. هو احنا لا انا عادي بعيط ده احنا مهزومين يا كابتن مجدي، ما الناس كانت بتعيط في البيوت. يا ريس الناس بعد المباراه عيطت وانا بعد المباراه عيطت. لا وبعد حتى هدف صلاح بنعيط ان احنا مغلوبين يعني. لا يا ريس ما فيش حد في المدرجات اللي موجود في الاستاد كان بيعيط بعد هدف صلاح. الله الناس كلها كانت مبسوطه. هدف مصر جايبه هدف وهترجع المباراه مره اخرى. هي الكره كده، اللي لعب كره فاهم اللي انا بقوله، انما اللي ما لعبش مش فاهم ده موضوعه. لا كابتن مجدي بس لان الحقيقه الملابسات كمان الخناقه النهارده. الكابتن هاني كمان قال انا ما استبعدتش مجدي عبد الغني من البعثه اذا كان التصريحات كلها. طب ما سافرتش ليه مع البعثه يا كابتن مجدي؟ انا سافرت يا ريس. مين قال ان انا ما سافرتش؟ سافرت مع البعثه في طياره البعثه؟ لا سافرت في طياره البعثه. انت فاكر انت فاكر لما نزل بوست وانا قاعد في طياره خاصه، انت فاكر ان انا راح بيها روسيا؟ ما عشان تعرفوا ان الفيسبوك ده كله كذب. انا كنت راجع من 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 مكان، ما كنتش رايح، انما الناس عايزه تصدق. لا راجع منين؟ ما راجع 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 من 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 سويسرا. ايه راي حضرتك؟ ما كنتش رايح روسيا، انا رحت روسيا بعد كده. لا يبقى انت ما سافرتش في طياره البعثه. لان مش عندي حاجه بعملها خلاص، انا ما بقتش نائب رئيس البعثه. ايوه يبقى طب الكابتن هاني ليبيا النهارده بيقول ان انا ما استبعدتش مجدي عبد الغني. لا ما استبعدنيش من ان انا اروح ابقى متواجد هناك زي اعضاء مجلس الاداره كلهم اللي كانوا متواجدين. ده اللي بيتكلم يا كابتن مجدي. مجدي انت عضو في البعثه يبقى بتسافر مع البعثه زيك زي البعثه كلها. اشمعنى مجدي عبد الغني اللي راح من خلال سويسرا او حلايب؟ يا سيدي الفاضل انا ما رحتش من خلال سويسرا اصلا، انا ما رحتش من سويسرا على روسيا. انت قلت دلوقتي انا راكب طياره خاصه اهو راجع من سويسرا. راجع من سويسرا على القاهره مش رايح روسيا. طبعا يعني انا